السلام عليكم، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا في احسن الظروف يا رب. ما درتش فيديوهات لانه كنت مريضه. الله يشافي كل مريض والله يرحم كاع اللي ماتوا وسبقونا لدار الاخره. جيت بغيت نرد على حسين الشحات، لاعب الاهلي اللي ضرب اللاعب المغربي ديالنا محمد الشيبي، ضربه بالصرفيقه من البيراميدز، ربحوا الأهلي بثلاثة لصفر. بغيت نقول له شحات، كرة القدم هي رياضة، هي ديسيبلين، هي أدب، هي أخلاق، هي روح رياضية، ماشي بلطجة أو بلطجة بحال اللي كتقولوا. أنت مجرد شحات واسم على مسمى وحتفضل شحات. انت مجرد عربقي، انت مجرد بلطجي، انت مجرد قليل الادب وقليل الاحترام. لما تضرب واحد من فريق الخصم لمجرد انه ربحوكم بثلاثة لصفر. دائما الاهلي كيبغي يربح باي طريقه كانت، ودائما خص الاهلي يكون هو الرابح هو الفائز، ولا خسر شوفوا التصرفات. شكلك اقسم بالله شكلك كانك ملموس، شكلك كانك ملبوس. انت ما تصلحش انك تكون رياضي ابدا، روح شوف لك شي شغلانه ثانيه. ممكن تشوف لك سواء توك توك، مع انه سواءين توك توك ارجل منك وانظف منك واطهر منك واخلص منك وارحم منك. ماشي هذه هي الرياضه للاسف. سبحان الله، شكلك غريب، شكلك تيخوف، وزيدها بقلة الأدب وقلة الاحترام. شيبي أكيد ما غيقدرش يرد عليك، حنا كنعرفوا الرجالة ديالنا، كنعرفوا السبوعة ديالنا، كنعرفوا المغاربة الحرار ديالنا سبوعة، هو قادر باش يرد عليك، ولكن ما يقدرش يرد عليك وانت الأهلي كله قدامك وهو في بلد ماشي بلاده، بلاد مصر. حنا كنا كنقولوا بانه اللاعبين ديالنا كيلعبوا في مصر بحال غيلعبوا في بلادهم. للاسف طلع لا، طلع انه بعض من الجمهور الاهلي تيقول برافو للشحات لانه ضرب محمد الشيبي اللي هو اللاعب ديال بيراميدز. طلع حتى بعض من الجمهور الاهلي للاسف كيطبل قلة الأدب وقلة الاحترام، بدل ما يقولوا له عيب وحرام ولازم تتعاقب. العقوبة لازم تكون كبيرة، وإحنا ما غاديش نسامحه. ولاد المغرب خط أحمر، السفارة المغربية لازم تتدخل، وإن شاء الله توصل لغاية جلالة الملك محمد السادس الله ينصره ويتدخل في هذه القضية، حيت ولادنا ما يضربوش بلادات الناس وما يتهانوش في بلادات الناس. This is it. خلاص، it's enough. It's enough. Ça suffit. Finito. خلاص، يعني صافي. صافي. أنا عندي الحلاقة مو جاية نهضر، ما كنتش باغا نهضر، ولكن استفزني هذيك الضربة ديال القلم وهذاك المسبة اللي سب محمد الشيبي. علاش غتسبوا؟ أش دار محمد الشيبي؟ تعديتي عليه حيت مغربي حيت غريب عندكم تيلعب عندكم؟ من هذا المنبر انا كنقول لازم القجع لكل الناس يقولوا عليه بانه هو واصل وانه وان 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 و و و و و لازم يتدخل في هذه القضيه ولازم ياخذ حق شيبي. وانا كنعاتب محمد الشيبي تنقولوا فين يدك؟ علاش ما تردش؟ علاش ما درتيش بحال حسين خرجه اللي ضربوه هذاك ومشى اعطاه بنيه؟ علاش ما تضربش؟ علاش ما تدافعش على راسك؟ علاش؟ احنا كل التضامن مع محمد الشيبي، ولكن كنا كننتظر منك ردة الفعل، انت ما رديتيش، عيب. انا ك ك كسيدة او ك لو ضربني حسين الشحات اقسم بالله نضربه، اقسم بالله نضربه، ما نخليهش يمد يده عليا، لانه هنا ما كاينش فرق لا بين المراه ولا بين الراجل. ولكن كنت كنتظر محمد الشيبي، واخا حنا مضامنين معاه، ولكن كنت كنتظر
باش يرد عليه راجل لراجل. عطاك صرفيقة عطيه جوج، عطيه لمو جوج، عطيه ليماه صرفقو. اش كتساين؟ اش كتساين وباغي التضامن من المغاربه؟ اش كتساين؟ كلنا متضامنين معاك وكلنا سبينا حسين الشحات، ولكن كانت انت خصك تضامن، انت خصك تدافع على راسك، ما خصكش دير هذه المهزله هذه. وحسين الشحات تنقولها تنعاودها، انت مجرد بلطجي، انت مجرد عربجي، انت مجرد همجي، انت مجرد شمام. لانه الحركه اللي درتيها في قلب المستطيله ما كيديرهاش واحد رياضي عنده روح رياضيه، كيديرها واحد مدمن مخدرات، كيديرها واحد غايب على الوعي. كلنا محمد الشيبي وان شاء الله باذن الله غياخذ حقه، وهذاك اللي جا كيتسامح معاه محمد الشحات كيقول اعتذار، اعتذارك غير مقبول، اعتذارك غير مقبول. ولازم السفاره المغربيه تتدخل، ولازم الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم لازم تتدخل، لازم محمد الشيبي ياخذ حقه، لانه محمد الشيبي كيمثل كل مغربي، سواء طفل سواء سيده سواء راجل سواء شاب سواء شيخ سواء عجوز، كيمثل جميع المغاربه. الى خدا محمد الشيبي حقه، المغاربه كلهم خداو حقهم. وحسين الشحات سير شوف لك شي شغلانه اخرى، سير بيع لك مخدرات تجي عليك تليق عليك، اما باش تكون لاعب كره القدم كبير عليك، ومحمد الشيبي اكبر منك على الاقل مربي ومخلق، اما انت ما تربيتيش 5 دقائق على بعض للاسف. كلنا محمد الشيبي وحسين الشحات الى مزبله التاريخ. بسلامه احبائي، باي.